قال لك اني معايا سلاح، قال لك اني معايا
حالات عشان تبان لا في مية ولا في نور ولا في زيت ولا في عين ولا عملية بطل بطل يا سيسي. واحنا اللي بيمثلنا في الأمم المتحدة رجب طيب أردوغان ورئيسنا الدكتور محمد مرسي. هي الرسالة التي تود أن توجهها إلى السيسي اليوم. السيسي أقول له خليك في أمريكا مش عايزينك، إحنا طلعناك يا سيسي. أنت طالب من ثلاثة مش عايزينك يا سيسي، رجب طيب مش عايزك والشعب المصري مش عايزك، أنت طالب من ثلاثة يا سيسي. الرسالة التي توجهها له. أنا بقول لك يا سيسي أنا مش سنة وشهرين لا شفت التموين، بروح للتموين الاقيه قليل، بروح للبنزين الاقيه غالي، بروح ادفع الاجره بلاقيها غاليه، كل حاجه دمار، كل حاجه دمار في خلال سنه وشهرين، مفيش حاجه حلوه خالص. باجي اتكلم امي تقول لي اجي لي بيتي، ما يرضيش ربنا اللي بيحصل ده. هو ما نازل ليه النهارده؟ نازل ليه النهارده؟ نازل ليه؟ ايه المطر اللي بتطلع فيه؟ نازل على الظلم اللي انا شايفه، انا مش اخواني، انا مش اخواني. هو مصيرك انت وكل الوقف بجوارك. ايه المطالب اللي بتطالب فيها؟ مطالب الثوار لابد ان نتحد ولابد ان نكون يدا واحده حتى لو نستطيع ان نكسر هذا الانقلاب الغاشم، وان شاء الله هذا قريبا جاء باذن الله. رايك ما الرساله التي توجهها الى الجاليه المصريه في امريكا؟ بشكرهم شكر جزيل جدا، وفعلا هم هو رايح بيقول انا ومثلا النهارده حاجه قلت انزل النهارده.
ايه؟